نزعل؟ قولوا معي لا 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 ضمت هذه الاحتفالية الأطفال المعاقين وذوي احتياجات خاصة والأطفال الأيتام وأبناء الشهداء وباقي الأطفال في المنطقة. كان الغاية والهدف من الحفلة هو زرع البسمة والأمل على شفاء هؤلاء الأطفال وإيصال فكرة جميلة لهؤلاء الأطفال إن شاء الله نكون بكرة أحلى وإن شاء الله بيكون بكرة أحلى بوجود الأحرار والشرفاء إن شاء الله. وملك الغاب الحكيم اسمع له صفقة قوية كثير 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 يلا لشوف يلا في المركز الثقافي حفل كتير رائع بعنوان ربيع سوريا. عملناه للأطفال وللمعاقين وفرحوا كتير وفرحنا نحن يعني ومستمرين إن شاء الله. أطفال كل هدوء أطفال كل هدوء أطفال كل ولاد وراي كل ولاد وراي.